تصر إيران على حفر الأنفاق وتغيير مجرى المياه بينها وبين العراق، وهو ما أثار حفيظة بغداد ودفع بوزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني إلى التلويح بتدويل هذه الأزمة. يتهم العراق إيران بمخالفة القوانين الدولية بشأن المياه، ويهدد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية كورقة أخيرة. فبحسب خبراء، أدت سياسات طهران المائية إلى تجفيف أكثر من 40 نهراً كبيراً ومتوسطاً وصغيراً في العراق منذ نحو عقدين. واشتدت وطأة الأزمة على العراق في الأعوام الخمس الأخيرة، حيث ضربته موجة جفاف غير مسبوقة طالت شرق وجنوب البلاد، فضلا عن ارتفاع نسب اللسان الملحي في شط العرب جراء قطع روافده الرئيسة نهري الكرخة والكروان. ثمة اتفاقية أبرمت بين الدولتين عام 1975 تنص على توزيع ما نسبته 40% من مياه شط العرب للعراق وتقاسم مياه أنهار عدة منها بناوة، سوتة، وقرة، وكنجير، والتفاهم على مياه أنهار أخرى مثل الوند وكنجان، جم، والطيب، ودويرج. الحكومة العراقية أعادت إحياء هذه الاتفاقية عام 2014، ولكن ذلك بقي على الورقة، ولم تجد بغداد طريقة لدفع طهران نحو تنفيذها، حتى اتسعت أزمة المياه ووصلت إلى حدودها الراهنة. ينضم إلي من بغداد بسام قزويني الباحث في الشأن السياسي. مرحبا بك سيد بسام. سيد بسام، هل الحجج كافية اليوم للذهاب إلى محكمة العدل الدولية وتدويل أزمة المياه ما بين العراق وإيران؟ شكرا جزيلا. العراق دولة عاقلة وليست عاجزة، وبالتالي ممكن لها المضي باتجاهات دبلوماسية على غرار طلب العراق بوجود مراقبة دولية للانتخابات. يستطيع أن يقدم أيضا مذكرة تدين القطع الإيراني للمياه الذي بدأ حقيقة بتوافق صامت في أغسطس 2020 مع تركيا، واليوم تحول انتقل إلى مرحلة أخرى وهي الأحلاف الناقصة، بمعنى أن إيران وتركيا يضغطان على العراق أمنيا ومائيا لكن لتحقيق غايات انفرادية. أما في الوقت الحاضر، ربما هذا التصريح لوزير الموارد المائية كان تلويحا وتهديدا، لكن أعتقد أن تطبيقه على المستوى العملي مستبعد حتى الآن. ربما يتم ذلك ما بعد إجراء الانتخابات أو تشكيل حكومة، خاصة ما علمنا بأن الحكومة العراقية أو البرلمان القادم هو يعكس حكومة أطول عمرا عفوا، وبالتالي الحكومة الحالية التي لم يتبقى من عمرها سوى بضعة أيام لا أعتقد أنها ستقوم بهذا العمل، وهي التي تسعى إلى بصدع تصدع العلاقات في الآونة الأخيرة السنوات السابقة بعقد قمة هنا في بغداد، وأيضا المحاولة لجمع الخصوم في المنطقة في طاولة بغداد. وبالتالي أنا أعتقد أن إجراء فعلي للأمر سيكون بعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة، إن كانت الحكومة القادمة قريبة حقيقة للمجتمع الدولي وقريبة لهموم الشارع العراقي. اليوم قطع المياه عن العراق هو يضر بالمواطن العراقي، لا يضر بالحكومة العراقية. وإلى حين ذلك سيد بسام، هل العراق قادر على تحمل هذا الجفاف الذي يعاني منه؟ هل فعلا هذا التلويح يضغط على إيران للتوصل إلى تسوية ما بشأن أزمة المياه؟ يعني إيران هي حقيقة تضغط باتجاهات متعددة تحقيق عدة غايات، أبرزها على أقليم كردستان من جانب، بغية السيطرة على التحالفات الموجودة في كردستان وأيضا نقلها إلى وعاء التحالفات في بغداد بغية تشكيل الحكومة، من جانب آخر الضغط على حكومة أقليم كردستان لطرد أيضا المعارضة الإيرانية، كما أنها تسعى إلى منافسة تركيا في الشمال العراقي، وأيضا هذه المنافسة هي انعكست أيضا على الداخل الأفغاني كما هي في العراق. حكومة بغداد اليوم ملزمة بأن تقدم جميع البروتوكولات التي من شأنها أن ترفع من حقيقة أو ترفع عن المعاناة عن الشعب العراقي، وبالتالي هي تحتاج ربما إلى حوار حقيقي مع طهران، وأيضا إلى تكافؤ القوى السياسية في العراق بتعظيم الشعور العالي بالمسؤولية تجاه الإحساس بمتطلبات المواطن العراقي،
والتعاون مع الحكومة العراقية، كون الحكومة اليوم حقيقة نقلت العراق إلى محور آخر، محور يشمل الجميع، وأيضا منعت إصابة الدولة بشلل رباعي أو نصفي كما كانت تعول بعض القوى في آخر أيامها. وبالتالي هذا التلويح هو أيضا يأتي ضمن سياسة الفصول الأربعة، بمعنى أن الحكومة العراقية تعمل حتى آخر أيام باستثمار والاتفاق على عقود، على تفاهمات استراتيجية مع بقية الدول كما حصل في قمة بغداد، كما هو العراق اليوم وقع عقودا مع شركات فرنسية وأمريكية كبرى لغرض استثمار الغاز. وأعتقد أن هذا ما استفز الجانب الإيراني الذي اعتمد كثيرا على تصدير الغاز الإيراني إلى العراق بمليارات الدولارات في غضو إزاء عفوا أزمة اقتصادية تمر بها إيران جراء العقوبات الدولية. اليوم العراق يحتاج إلى وقفة، وبالتالي أعتقد أن التلويح ستتبعه إجراءات حقيقية، لأن هنالك يعني أمل كبير بأن يحصل تغيير في الانتخابات وأن تتراجع نفوذ إيران في الشأن السياسي، وبالتالي يكون هناك قرار سياسي مجتمع على أن يفترض أن تكون هناك إدانة لإيران دوليا بتدويل هذا الملف، ملف المياه وملفات أخرى منها حمل السلاح الخارج عن القانون، القافز على السلطة. وبالتالي هذا أعتقد يسترعي بعض الوقت، لا يحتاج إلا أيام قليلة، خاصة ما علمنا أن هنالك محاولات لتشجيع الناخب العراقي لأن يذهب ويشترك في الانتخابات وأن يعكس صورة واقعية بمتطلبات تظاهرات العام 2019 بالقضاء على النفوذ الإيراني، ومن ثم الذهاب إلى قرار سياسي وطني ينقل العراق إلى مرحلة حقيقة بعيدة عن الوعاء الشرقي الذي استطاع في الآونة الأخيرة في السنوات السابقة على السيطرة على كثير من المخرجات العراقية. شكرا جزيلا لك من بغداد بسام قزويني الباحث في الشأن السياسي.